بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام الأستاذ عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين، آمين. ودخلنا في باب في تفسير ألفاظ تدور بين هذه الطائفة وبيان ما يشكل منها، وتكلمنا عن الوقت عند القوم، واليوم ومن ذلك المقام أو المقام، وقرأت في القرآن بالقراءتين بالفتح وبالضم، لا مقام لكم فارجعوا ولا مقام لكم فارجعوا، سورة الأحزاب، فبالضم والفتح. والمقام هو موضع القيام، والمقام هي الإقامة ذاتها، يعني الاستيطان، يعني إذا استوطنت في مكان يبقى اسمه مقام، وإذا أقمت في مكان بغير استيطان اسمه مقام. فالمعنيين والجوهري في اللغة قال إن الاثنين معنى واحد لا فرق، وهما ينطق، تقول المقام أو المقام. غالب مشايخنا كانوا يفتحوها يقول لك المقام، والمقام أو المقام ما يتحقق به العبد بمنازلته من الآداب مما يتوصل إليه بنوع تصرف، ويتحقق به بضرب تطلب ومقاسات تكلف. خد بالك ان فيه المقام والحال والوارد، هذه الاشياء يقولونها وهي تعبر عما يرد اليك من الله، فهي كلها انواع ترقي. فالإنسان إذا كان في المعصية فمقامه المعصية يكون من النفس لا من الله، يعني أقام نفسه في معصية فهي من النفس لأنه هو الذي أقام نفسه فيه. أما الله الذي أقامك يريد أن يرقيك، فكل مقامات الكمال والجلال والطاعة تنسب إلى الله، والعبد له نوع اكتساب، ولكن هي وهبية أساسا، لكن العبد له نوع اكتساب فيه، فالكسب يكون ظاهره في المقام أعلى منه في الحال، والحال يكون الوهب فيه أكثر من الكسب. وعلشان كده طول ما الإنسان نفسه أمارة يبقى كل ما كان فيه فهي مقام أقامته نفسه فيه، فهو الذي أقام نفسه فيه ولم يقمه الله، أي لم يقره الله عليه. أول ما تبدأ النفس تبقى لوامة يتقلب بين مقام معصية فيلوم نفسه فيرقيه الله بالندم والتوبة، فيكون مقامه توبة، مقامه في حال الندم، مقامه في حال التحسر، مقامه في حال اليقظة، مقامه في حال المجاهدة، مقامه في حال العبادة، مقامه في حال المكابدة. كل هذه الأشياء لأنه بدأ يخرج عن النفس الأمارة إلى نفس لوامة تلومه للترقي، لأجل الترقي. فإذا ماتت النفس بالكلية صار الأمر مع القلب، فتكون بعد ذلك الأمور متعلقة بالقلب، فيأتي بقى إيه مقامات القلب غير مقامات النفس، زي مقام مثلا الهيبة ومقام الأنس، هذه مقامات قلوب ليست مقامات نفوس. لكن مقامات النفس تلاقيها الخوف والرجاء، لأن لسه نفسه صحية فيحتاج الخوف والرجاء. لكن أول ما تموت النفس يبدأ في مقام آخر، مقام للقلب بقى، مقام الهيبة، مقام الأنس، مقام الصحو، مقام السكر، هكذا. دي كلها مقامات قلوب. فهنبتدي نشوف هنا
يبدأ يعرض لك الموضوع ازاي، لان الموضوع ده من المواضيع الشائكة لانه كثر التعبير فيها. يعني السهروردي له تعبيرات، والامام عبد الكريم له تعبيرات مختلفة، واحيانا في تعبيراتهم في كلامهم تجد في بعض تفاصيل كثيرة. لكن على اي حال نحاول نشوف نلتزم بما في الكتاب مع بعض التفصيل. والمقام او المقام ما يتحقق به العبد بمنازلته من الآداب. يبقى تملي الأمور المتعلقة بالشرع الشريف هي دي اللي اسمها مقام. كل ما خالف الشرع ما اسموش مقام بقى، واخد بالك؟ لأن كل ده منازلة الآداب أي الشرع. فما فيش بقى واحد يبقى في معصية يقول أقام العباد فيما أراد ويستمر على المعصية، يبقى أنا مش فاهم. مما يتوصل إليه بنوع تصرف، يعني له نوع كسب فيه، هو بيجتهد بيتوب بيحاول يستغفر بيحاول يلوم نفسه، يحاول يحسن نفسه، يحاول يجعل نفسه حليم، لا يريد أن يسارع بالانتقام ممن أغضبه، يحاول أن يتصبر على ما هو فيه، لا يشكو. كل هذه الأشياء يبقى إيه؟ مما يتوصل بنوع تصرف، يعني اكتساب من العبد. ويتحقق به بضرب تطلب، يعني فيه نوع جهد ومقاساة تكلف. فمقام كل أحد موضع إقامته عند ذلك، وما هو مشتغل بالرياضة له. فإذا كان في رياضة مخالفة النفس فهو مقام بيرقي نفسه، إذا كان في مقام البعد عن المعاصي فهو في مقام مجاهدة النفس، في مقام المواظبة على الطاعة فهو مقام الصبر على الطاعة ومعاناة شدائدها ومحاولة تحسينها على وفق الشرع الشريف. وشرطه ألا يرتقي من مقام إلى مقام آخر ما لم يستوفي أحكام ذلك المقام. يعني الشرط اللي هو إيه؟ شرط الشيء ما لا ينبني على وجوده وجود وينبني على عدمه العدم. ده عند المناطق وعند الفقهاء، يعني يعمل في حال العدم فقط. يعني إذا وجد لا ينبني عليه وجود الشيء، ولكن إذا عدم ينبني عليه عدم الشيء. مثال: إذا توضأت، هل معنى كده أنك أنت صليت؟ هل كل متوضئ صلى؟ ولكن لا صلاة بغير وضوء. فإن صلى وغير متوضئ ينبني على عدم وجود الوضوء عدم الصلاة، أي عدم صحته، ولكن لا ينبني على وجود الوضوء ذات وجود الصلاة. يبقى نعرف كده أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، شرط مش ركن، لأنه يعمل في حال العدم، يؤثر في حال عدمه ولا يؤثر في حال وجوده، لأن وجوده لا ينبني عليه وجود شيء آخر. زي دخول وقت الصلاة شرط لصحة الصلاة. فإذا أذن المؤذن لصلاة الظهر معنى كده أنك قمت صليت، لكن لو صليت وما أذنش لا تصح الصلاة. واضح؟ يبقى دخول وقت الصلاة شرط لصحة الصلاة وليس ركن فيها. فهمت النقطة؟ فالشرط عمله وتأثيره يبان عند العدم، فعدمه ينبني عليه العدم، وجوده لا ينبني عليه وجود ولا عدم. فهمت؟ فالمقام كذلك، شرط انه هو يرتقي من مقام لمقام استيفاء هذا المقام، لكن وجوده في هذا المقام ليس شرط استيفائه. واضح؟ لا يدل على استيفاء المقام نفسه، لان المقام ده له درجات، كل مقام له درجات. فكل انسان دخل في هذا المقام لا يدل دخوله فيه انه استوفاه، لكن لا يرتقي الى مقام اخر الا اذا استوفاه. واضح؟ ادي معنى كلامه. وشرطه الا يرتقي من مقام الى مقام اخر ما لم يستوفي احكام ذلك المقام. فان من لا قناعه له لا تصح له التوكل. يعني انسان ما عندوش قناعه ينفع نقول عليه متوكل؟ ازاي هيتوكل وهو مش قانع اصلا بما قسمه الله له؟ كيف يصح له التوكل؟
يبقى لا يرتقي إلى التوكل إلا إذا استوفى مقام القناعة. ومقام القناعة، مقام القناعة لا يستوفيه إلا إذا وصل لمقام الرضا، ومقام الرضا لا يستوفيه إلا إذا استوفى يصل لمقام التوكل. فإذا استوفى مقام التوكل يصل لمقام التسليم، وهكذا. فكل مقام يسلمك للمقام اللي بعده. زي ما احنا قلنا برضو أمثلة قبل كده، إن من لا ورع له لا زهد عنده. واضح مش كده برضو؟ لأن الورع هو البعد عن المشتبه، مش المحرم الصرف. المحرم الصرف ده ما يقربلوش أصلا، ده المسلم المعتاد. لكن المسلم اللي عايز يبقى من أهل الخصوص شوية، يبقى فيجي في الأمور المشتبهة اللي هي لا يتحقق حلها، يختلف يبعد عنها كمان، يبقى ده اسمه متورع. وبعد كده يعدي المرحلة أكتر، يقوم يترك جزء من المباح كمان، يترك جزء من المباح ولا يأخذ من المباح إلا بقدر الضرورة، يبقى اسمه زاهد. يبقى لا يصل لمقام الزهد إلا إذا تورع، ولا يتورع إلا إذا كان عنده أصلا إيمان، إسلام وإيمان، يعني عنده علم بمعرفة الحلال والحرام، وعنده إيمان يعني قصد، طريقة تدفعه، واخد بالك، إلى ترك مثل هذه الأشياء. فيبقى كل مقام لابد أنك تستوفيه عشان ترتقي للمقام الذي يلي. فإن من لا قناعة له لا تصح له التوكل، ومن لا توكل له لا يصح. مش كده برضو؟ ها؟ بس مكتوب عندي لا تصح، هي لا يصح. فإلا من لا قناعة له لا يصح له التوكل، ومن لا توكل له لا يصح له التسليم. وكذلك من لا توبة له لا تصح له الإنابة، لأن التوبة هي ترك المعصية، والإنابة هي الخوف من جلال الله عز وجل حياء من الله حتى ولو لم يرتكب معصية. فيبقى دي يعني دي أرقى شوي، أعلى. فإذا كان هو مرتكب المعصية إزاي يبقى منيب أصلا؟ فلا بد ان يعدي على مقام التوبة الاول، يعني يترك الحرام الاول. وكذلك من لا توبة له لا تصح له الإنابة، ومن لا ورع له لا يصح له الزهد. والمقام هو الإقامة، كالمدخل بمعنى الإدخال. مش ربي أدخلني مدخل صدق، مش الآية تقول كده بضم الميم؟ ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. والمخرج بمعنى الإخراج. ولا يصح لأحد منازلة مقام إلا بشهود إقامة الله تعالى إياه بذلك المقام. لازم يستشعر إن الله هو الذي أقامه، يعني وفقه، لا نفسه التي وجهده وكسبه، بل بتوفيق الله. لأنه لو نظر إلى كسبه، لأن احنا قايلين المقام في نوع اكتساب، في نوع مجاهدة، في نوع فعل من العبد. فإذا نظر إلى فعله واعتمد عليه لا يرتقي. ليه؟ لأنه نظر لنفسه فيوكل لنفسه. فإذا وكله لنفسه وكله للضعف والفقر. ولا يصح لأحد منازلة مقام إلا بشهود إقامة الله، أي توفيق الله له بذلك المقام، ليصح بناء أمره على قاعدة صحيحة. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله تعالى يقول: لما دخل الواسطي نيسابور سأل أصحاب أبي عثمان، أبي عثمان المغربي اللي احنا قرينا عليه قبل كده، بماذا كان يأمركم شيخكم؟ فقالوا: كان يأمرنا بالتزام الطاعات ورؤية التقصير فيها. فقال: أمركم بالمجوسية المحضة. ليه؟ لأن هم قال لهم إنكم بهذه النصيحة تنظرون إلى أنكم فاعلين للطاعة مقصرين فيها، فنسبتم الفعل لأنفسكم ولم تنسبوه إلى الذي وفقكم، إلى الله، فكنتم فاعلين مع الله. فكأنهم زي المجوس نسبوا أن هناك فاعل مع الله. آدي معنى وجه التشبيه، هو بس إيه، مجرد تشديد. يعني هي مش كده بالظبط طبعا، لكن مجرد التشديد
لبيان عظم ما هم عليه، لانه يريد ان ينقلهم الحاجه ارقى، فبيقبح لهم ما هم فيه، وان كان ما هم فيه صحيح، لكن كل صحيح له فيه اصح، وكل كامل فيه اكمل، ويريد ان يرقيهم. فقال: امركم بالمجوسيه المحضه، هلا امركم بالغيبه عنها، برؤيه منشئها ومجريها، يعني بالغيبه عن الاعمال في حال العمل، بحيث انك لا تنظر للعمل بل تنظر للموفق للعمل، فلا تنشغل بالعمل عن المعمول له، ولا تنشغل بالعباده عن المعبود، ولا تنشغل بالفعل عن الفاعل. هو ده المعنى. فهلا امركم بالغيبه عنها، برؤيه منشيها ومجريها، يعني برؤيه توفيق الله. فإذا غلب عليك رؤية توفيق الله غلب عليك حال الحياء من الله ودوام الشكر لله عز وجل أن وفقك لذلك، فتحجب عن العجب بالعمل وعن الإعجاب بالنفس. وإنما أراد الواسطي بهذا صيانتهم عن محل الإعجاب، لا تعريجا في أوطان التقصير، لأنهم أصلا ما كانوش مقصرين، أو تجويزا للإخلال بأدب من الآداب، ولا قال لهم يعني إنكم تسيبوا نفسكم في الأعمال بغير أدب وتنظروا إن الله هو الذي أقامكم فيها، بل لا، يريد أنهم يلتزمون كمال الأدب وكمال الشريعة، ولكن لا ينظرون لأنفسهم أنهم هم الذين التزموا، بل ينظرون إلى أن الله هو الذي وفقهم إلى هذا. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الحال، ومن ذلك الحال، شوف الحال والمقام بينهم عموم وخصوص. أحيانا يعبر عن الحال يقصد بالمقام، وأحيانا يقصد بالمقام الحال. الفرق بينهم فرق دقيق ولكنه واضح سهل تدركه. الحال هو ما يرد على القلب من الله، او اثر الوارد من الله على القلب، لان في حاجه اسمها الوارد. الوارد هذا ياتي من الله الى القلب يترك اثرا في القلب، فيبقى ظل الوارد او اثر الوارد في القلب هو الحال. والحال ده لا يدوم، لان الناس يقول لك دوام الحال من المحال، مش كده برضو؟ الناس دول بيقولوا كده بناء على علم، دوام الحال من المحال. فإذا دام الحال ما بقاش حال، بقى مقام، ما تسماش بقى حال، بقى مقام. يبقى الوارد لما يرد من الله إلى القلب وارد ترقي، وارد علم، وارد فهم، وارد كشف، أي وارد من الواردات يؤثر في حال الإنسان لحظة ثم يزول. فإذا استمر الوارد استمر الحال فانتقل إلى المقام، كده برضو؟ عشان كده بينهم تشابه شوي. لكن الفرق ان الحال اوله وهبي، والمقام اوله كسبي. فاهم ازاي؟ بس الفرق بسيط، لكن ينتقل بعد ذلك المقام فيصير مع الكسب وهب، لانك لا تنظر الى كسبك بل تنظر الى توفيق الله، فينقلب الكسب الى وهب ايضا. فالكل من الله، قل كل من الله وما بكم من نعمة فمن الله، مش كده برضو؟ هو دي الحقيقة. لكن من حيث الشريعة ما أصابك من سيئة فمن نفسك، دي من حيث الشريعة. ومن حيث الحقيقة قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني مش متحققين. وعشان كده خد بالك في الفرق البسيط ده. والحال عند القوم معنى يرد على القلب من غير تعمد منهم. يبقى الحال ده حاجة تيجي بغتة كده، تبقى انت ليسك لك اختيار فيها، من غير تعمد منهم ولا اجتلاب، ولا هو يعرف يكتسبه، يعني يعمل حاجات معينة عشان يحصل له، ما يعرفش، يعمل ورد معين، يقول كلام معين عشان يجي له، لا ما يعرفش، دي حاجة كده من الله، ممكن يجي له وهو نايم، ممكن يجي له وهو غافل، ده ممكن يجي له وهو بيعصى،
واخد بالك؟ في عز المعصية يجي له الحال حال هيبة يترك المعصية، واخد بالك؟ أو حال قبض يقبضه عما كان فيه، وهكذا. فممكن يجي له في أي لحظة. ولا اكتلاب ولا اكتساب لهم من طرب أو حزن أو بسط أو قبض أو شوق أو انزعاج أو هيبة أو احتياج. كل الحاجات دي أنواع للأحوال التي ترد على القلب، وهنتكلم عليها بعد كده. ايه هو الطرب وايه هو الحزن والبسط والقبض والشوق والانزعاج والهيبة والحاجات دي كلها. فالأحوال مواهب، يعني هبات من الله. والمقامات مكاسب، يعني مكاسب يعني اكتساب، يعني فيها نوع اكتساب، فيها نوع أخذ بالأسباب. والأحوال تأتي من عين الجود، يعني من عين الكرم، من محض الكرم من الله. يبقى أصحاب الأحوال مجاذيب وأصحاب المقامات سالكين. واضح؟ يبقى الخلاصة كده، إن صاحب الحال مجذوب وصاحب المقام سالك. مجذوب لأنه ليس له اختيار. عارف أنت لما تحط مغناطيس كده قدام حاجة تقوم الحاجة تيجي للمغناطيس بلا اختيار لها؟ عشان كده سموه مجذوب. فصاحب الحال مجذوب وصاحب المقام سالك. ليه؟ لأن السالك فيه نوع اجتهاد، فيه نوع اكتساب، ومع سلوكه يختلط فيه الجذب أيضا من الله، لأنه جذبه مما لا يليق إلى ما يليق، من بعد عن الشرع إلى متابعة الشرع، من البعد عن الآداب إلى متابعة الآداب. يبقى في نوع جذب برضه، ولكن جذب مش واضح. ليه؟ لأنه جاء الجذب فرده إلى الشريعة، والشريعة يستوي فيها كل الناس، فمش باين أنه من أهل الخصوص. لكن صاحب الحال تبص تلاقيه قاعد معاك يحصل له طارئ، يبقى مخالف عن الناس، كل الناس شايفينه باين ظاهر، فالناس يقولوا عليه مكذوب، ده صاحب أحوال، واخد بالك؟ فالأحوال تأتي من عين الجود، يعني بمحض الكرم، لا بمقابل اجتهاد وعبادة، لا بمحض الكرم. والمقامات تحصل ببذل المجهود، كأنها مقابل للعبادة، كأنك انت دفعت حاجة خدت مقابلها. فهمت المسألة؟ وصاحب المقام ممكن في مقامه. ممكن في مقامه ليه؟ لأن اللي انبنى على شيء، على قاعدة، تلاقيه راكز، فممكن، لأنه مبني على سلوك واجتهاد ومقاساة ومعاناة، فممكن فيه، ربنا مكنه فيه. وصاحب الحال مترق عن حاله، متغير، يتنقل من حال لحال في لحظات، فما يعرفش. وسئل ذو النون المصري عن العارف اللي هو في دوام الترقي، العارف بالله، فقال كان ها هنا فذهب. لأن العارف اللي أنت بتسأل عليه ده من لحظة، غير العارف اللي أنت بتسأل عليه الوقتي، لأنه ترقى لحال آخر. فبيقول له أين العارف؟ كان ها هنا ثم ذهب. هو بيسأله عن نفسه، يعني عن العارف. ده دليل لكمال الترقي، فكمال تغير الأحوال. وقال بعض المشايخ، وعشان كده يقول لك انا زي ما انا وانت بتتغير، مش كده؟ مش في اغنيه بتقول كده؟ دي برضو بتوصف المقام والحال، يعني الاغنيه دي بتوصف المقام والحال بالظبط. انا زي ما انا ده صاحب المقام، وانت بتتغير ده العارف. ليه؟ تغيرات المعارف على قلبه تغيره للترقي. فاذا وصل للتمكين صار لا يغيره شيء خلاص، لأنه فنى عن كل شيء، فصار بالموجود بحق، والموجود بحق لا يتغير، فصار لا يتغير، لا يقبضه شيء ولا يبسطه شيء، خلاص صار بالله، والله لا يتغير، فلما يكون بالله لا يتغير. وعشان كده المتمكن في المعرفة لا يقبض ولا يبسط ولا يؤنس ولا يصحو ولا يذكر، ولا كل عنده سواء، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. كل دي أحوال. فالأحوال صاحبها أقل درجة من صاحب التمكين، لكنها مرحلة بيمر بها الإنسان حتى يصل إلى التمكين.
فيبقى انا زي ما انا وانت بتتغير مقام وحال سهله. وقال بعض المشايخ الاحوال كالبروق، عارف اما يجي ضوء كده برق هواء في ظلمه وبعدين يختفي تاني، تقوم انت تدرك حاجه في الظلام الدامس اللي كنت انت فيه وبعد كده يختفي، اهو ده الحال كده. وعشان كده كانوا زمان العلماء يوصوا ان بمجرد طرق هذا الحال ايد المعلومة او العلم اللي وصل لك، ايده، لانه هيطير منك، هيطير منك. ممكن انت ربنا يفتح ليك معنى لو ما ايدتوش في الورقة بعد سنة تقعد تعصر ذهنك كان ايه كان ايه ما تعرفوش تاني، واخد بالك. وقال بعض المشايخ الاحوال كالبروق، فان بقي فيها شيء يبقى حديث نفس، ادعاء بقى، يبقى ادعاء، يبقى مش حال، يبقى ادعاء. وقالوا الاحوال كاسمها، يعني انها كما تحل بالقلب تزول في الوقت. وانشدوا لو لم تحل ما سميت حالا، وكل ما حال فقد زال. انظر الى الفيء اذا ما انتهى، ياخذ في النقص اذا طال. فهو قال لك كده، قال لك الحال زي الفيء كده، زي ظل الشيء، ليه ثبت؟ يفضل يقصر 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 وبعدين يختفي، او يطول 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 وبعدين ينمحي، فهو في دوام تغير. واشار قوم الى بقاء الاحوال ودوامها، وقالوا انها اذا لم تدم ولم تتوالى فهي لوائح وبواده. يبقى في قوم تانيين كلموا على الحال بطريقه تانيه، قال لك ده الحال ده كمان في بروق تطول شويه وبرق تاني كالخطف، فاعتبروا الخاطف ده يسموه ايه؟ لائح. لائح. فاذا طال لحظه اكتر يبقى بواده، لو طال اكتر يبقى حال، لو استقر يبقى مقام. يعني كلها تقسيمات. وقالوا انها اذا لم تدم ولم تتوالى فهي لوائح وبواده من بدهه، يعني اذا فجاه، ولم يصل صاحبها بعد الى الاحوال، فاذا دامت تلك الصفه فعند ذلك تسمى حالا. يبقى عند تعريف هؤلاء الناس خلوا الحال كالمقام. فهمت ازاي؟ يبقى في بعض الاولياء تكلموا على الحال كانه هو المقام، لانه ما بينهم نوع تشابه، لانه يفجأك الحال في حال مقامك على الطاعه، فاذا استمر صار مقاما ترقيت، فهي تشبهها من الحته دي. واضح؟ الاحوال مش بتتغير. ها؟ الاحوال بتتغير. طبعا. المقام ثابت. ما هو الحال بقى لو جالك فجأة غير حالك، فإذا استقر انقلب إلى مقام. استقريت أنت فيه بقى. يعني بدأ حالا ثم استقر مقام. خدت بالك؟ يعني لحظة مجيئه كان حال. فإذا اختفى يبقى زي ما هو حال. إذا بقى جه واستقر يبقى كأنه نقلك إلى مقام آخر، بس نقلك في صورة وهم. فلما نقلك في صورة وهمية بغير اكتساب منك غلب علي الحال. واضح؟ يعني هما الحكاية كلها زي ما بقول لك حسب إحساس الولي بما حدث له في وصوله إلى الله. ووصوله إلى الله معناه وصوله إلى معرفة الله، مش الوصول إلى الله معناه الجهات والمسافات، لا، معناه الوصول إلى المعرفة الحق. وهذا أبو عثمان الحيري يقول: منذ 40 سنة ما أقامني الله في حال فكرهته. يبقى جعل الحال مقامه. أو في بعضهم بيعتبر الحال مقام، بيقول منذ 40 سنة ما أقامني الله في حال فكرهت، يعني تقلبات الأحوال عليه بما ليس له يد فيها. إن أقامه في مرض لا يكره، وإن أقامه في عافية لا يملها، وإن أقامه في الغنى لا يبطر الغنى، وإن أقامه في الفقر لا يقنط من الفقر ولا يضيق منه، وهكذا. فإن أقامه في الوحدة، واخد بالك، لا يستوحش، وإن أقامه في الأنس لا يطلب الوحشة، وهكذا. يبقى معناه إن هو في كمال الرضا مع الله، فهو راضي حيث أقام.
وده معنى ان هو بقاله 40 سنة متمكن في مقام التسليم، يبقى صار متمكنا في مقام التسليم، واخد بالك؟ وتمكنه دليله رضاه مع تغير الاحوال. ادي معنى كلامه، اشار الى دوام الرضا، والرضا من جملة الاحوال ايضا، لكن قد تكون مقام، لكن زي ما قلت لك ليها درجات. فالواجب في هذا ان يقال ان من اشار الى بقاء الاحوال فصحيح ما قال، فقد يصير المعنى شربا لاحد فيربى فيه. شربا يعني مشربا، لان الحال زي ما تكون شفطة بلت ريقك وانت في صحراء الوصول الى الله، كويس؟ لكن ممكن غيرك يشرب يرتوي، واخد بالك؟ فاذا شرب وارتوى انقلب الحال الى مقام، واحيانا يشرب يرتوي الى درجة الصحو بعد الغفلة، او يرتوي الى درجة السكر بعد الصحو وهي نوع من الفناء، او يرتوي لدرجة البقاء بعد الفناء، او الجمع بعد الفرق والفرق بعد الجمع، وشغلانات طويلة مسافات، كأن الانسان في مسافات داخل نفسه يقطعها للوصول الى الله، مفاوز كمفاوز الحس في الخارج، لأنك لا تصل إلى الله إلا من خلال مفاوز نفسك، لأنه أقرب إليك من حبل الوريد، هو قريب أنت اللي بعيد، هو قريب، المشكلة أنه هو اللي قريب أنت اللي بعيد يا مسكين. فأنت بتمشي مسافات طويلة وفي الآخر تفاجأ أنه هو أقرب إليك من حبل الوريد. كنت ماشي فين؟ ماشي في مسافات نفسك التي حالت بينك وبينه، شهواتك، أهواءك، أوهامك، غفلاتك، كل هذه الأشياء مفاوز طويلة بتحول بينك وبينه، في حين أنه هو قريب إليك، أنت اللي بعيد. فقد يصير المعنى شربا لأحد فيربى فيه، ولكن لصاحب هذه الحال أحوال. اللي سمى بقى الحال ده اللي خلى المقام ده حال أو حال مقام، يسمي الأحوال عنده طوارق، إلا طارقا يترك بخير يا رحمن، مش كده برضو؟ طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يترك بخير يا رحمن، اللي هي الأحوال أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لصاحب هذه الحال أحوال، هي طوارق لا تدوم فوق أحواله التي صارت شربا له. واعلم أن الإنسان لا يرتقي من مقام لمقام ولا لحل إلى حال إلا إذا فنيت نفسه، وتفنى نفسه، علامة فناء النفس زهد الدنيا. تعرف نفسك فنت امتى؟ تزهد الدنيا. طب وعلامة زهد الدنيا؟ ان الانسان يستوحش باقبالها ويأنس بادبارها. فهمت ازاي؟ شوف سيدنا علي كان يقول ايه، يا دنيا غري غيري، فكان يستوحش باقبالها ويأنس بادبارها. واهل الدنيا يأنس باقبالها ويستوحش بادبارها. فهمت بقى المسألة؟ فلن ترتقي الا لما تتحول المسألة الى الاول كده، انك انت لا تنظر الى الدنيا اصلا، بل تستوحش منها وتفر منها كما يفر الانسان من الوحش الضاري اللي يريد انه يفترس. كلما اقبلت انت تدبر عنه. شفت اقبلت الدنيا لرسول الله عمل ايه؟ ادبر عنه. عرضت عليه الجبال تكون في يده ذهب وفي يد غيره تراب، رفض، وكان يربط الحجر على بطنه من الجوع. مش رفض عشان عنده ما يكفيه، لا، عنده ما لا يكفيه، وبالرغم من هذا يعرض عليه، واكدت زهده فيها ضرورته، ان الضروره لا تعد على العصم. فمش هترتقي انت للامور دي كلها طول ما الدنيا لسه في قلبك. الحاجات دي كلها ثقافه، ثقافه علم فقط، لكن عشان تبقى معايشه ومكابده لابد انك انت تتخلص من نفسك. وعلامه خلاص النفس الزهد في الدنيا، وعلامه الزهد في الدنيا انه يستوي اقبالها وادبارها. تيجي ما تجيش، مش بيقول لك يجي ما يجيش ما يهمنيش،
واخد بالك؟ بيغنوا اغنيه كده في الارياف في الافراح، يجي على المحطه واذبح له بطه ويجي وما يجيش وما يهمنيش، او الكلام ده معمول في الدنيا. لما تبقى الدنيا تيجي ما تجيش ما يهمنيش، يبقى اعرف انك انت يا دوب هتبتدي مع اول الكتاب. خدت بالك ازاي؟ كل اللي انت بتقراه ده بتقرا سير بواطن ناس فنوا عن انفسهم بادبارهم عن الدنيا، وابتدوا يوصفوا جرى لهم ايه. انت مش هتعرف تشعر بما يقولونه الا اذا صرت في بدايتك كما بدأ، واضح؟ انما غير كده كل معلوماتك اوهام مش معايشة. ولكن لصاحب هذه الحال احوال هي طوارق لا تدوم فوق احواله التي صارت شربا له، فاذا دامت هذه الطوارق له كما دامت الاحوال المتقدمة ارتقى الى احوال اخرى. كأنهم عرفوا الاحوال بالمقامات وخلوا الحال طارق. فهمت ازاي؟ نفس المعنى. فوق هذه والطف من هذه، فابدا يكون في الترقي، فابدا يكون حاله ايه؟ في الترقي. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق شيخ المصنف، شيخ اللي هو المربي رحمه الله، يقول في معنى قوله صلى الله عليه واله وسلم: انه لا يغان على قلبي حتى استغفر الله تعالى في اليوم 70 مرة، في رواية 100 مرة أو أكثر من 100 مرة، أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم أبدا في الترقي من أحواله. يعني كان النبي في دوام الترقي، فكلما ارتقى من حال إلى حال نظر لحاله قبل الترقي فيستغفر مما كان فيه من حال قبل ترقيه إلى الحال الذي، فهو في دوام الترقي ودوام الاستغفار. عشان كده سيدنا عبد الله بن عباس من ضمن تفسير سيدنا عبد الله بن عباس لقول الله عز وجل: ولا الآخرة خير لك من الأولى، أي ولا اللحظة الآخرة خير لك من اللحظة التي قبلها. فالنبي في دوام الترقي حتى يصل إلى المقام المحمود يوم القيامة، يبعثه مقاما محمودا يغبط فيه الأولون والآخرون. اللي بيظن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته قلت خصائصه وقل تصريفه الذي كان لديه من الله في حال حياته الدنيوية، جاهل بحال النبي وجاهل بالقرآن. لأن الله يقول: ولا سوف يعطيك ربك فترضى، ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. فكل لحظة تأتي على النبي، النبي في ترقي أكثر مما كان فيه، لأن النبي كامل، والكامل صالح لأن يكون أكمل. فالنبي في كمال متواصل، من كمال إلى كمال ومن كمال إلى كمال في كل لحظة. فالنبي بعدما توفي واختار الرفيق الأعلى ما زال في كمالاته يرتقي. فمن سلب النبي بعض هذه الكمالات واعتقد أن حال حياته كان له نوع تصريف ففقد هذا، فقد هذا التصريف بعد وفاته، فهذا الإنسان أساء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم وجهل القرآن وسلب النبي بعض خصائصه، فيحرم. لأنه لما تسلب النبي من بعض خصائصه تحرم، تحرم المدد النبوي، المدد النبوي، فيكلك لنفسك ويكلك لفهمك العقيم. لأن لا يحدث لإنسان في الدنيا خير حتى ولو كان كافرا إلا بمدد رحمة النبي، لأن النبي هو عين الرحمة يتشعب منها كل خير واصل لكل الخلق، فهو عين الرحمة. كما أن الشمس جعلها الله سبحانه وتعالى مصدر للأنوار الحسية، فكل منزل وكل مكان مهما بعد لا يضيء إلا إذا دخل فيه ضوء الشمس. فالنبي كذلك هو شمس النعمة التي جعلها الله شمس رحمة، فلا رحمة تنزل في الأكوان إلا من شمس النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله مستودعا للرحمات. فكلما حسن ظنك بشمس الرحمة كلما كمل المدد منه، وكلما ساء الظن بعدت الأمداد، فيكلك لنفسك. كان صلى الله عليه وسلم أبدا في الترقي من أحواله،
فإذا ارتقى من حالة إلى حالة أعلى مما كان فيها فربما حصل له ملاحظة إلى ما ارتقى عنها فكان يعدها غينا بالإضافة إلى ما حصل فيه. يبقى كلما ارتقى كلما رق الحجاب فشعر أنه كان في غين، كان محجوب أكتر، فيرق الحجاب أكتر فإيه؟ فيحس أنه كان في غين. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقاوم هذا الغين، غين أنوار الترقي باختراق حجب الترقي، بأنه يقاوم هذا كله بالاستغفار صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتحمله، لأن الترقي الإنسان أحيانا لا يستطيع أن يتحمله إلا أن يستغفر الله فيقويه ربه. فأبدا كانت أحواله في التزايد، ومقدورات الحق سبحانه من الألطاف لا نهاية له. ما تفتكرش أن ألطاف الله لها نهاية فنقول أن النبي وصل للنهاية، لا، لا نهاية لألطاف الله. فإذا كان حق الحق تعالى العز، وكان الوصول إليه بالتحقيق محالا، بالتحقيق يعني الوصول بالتحقيق، الوصول بالتحقيق يعني حقيقة يعني بقطع المسافة محال لأنه لا مسافة، فالعبد أبدا في ارتقاء أحواله، واضح؟ فلا معنى يوصل إليه، يعني فلا حال، معنى هنا بمعنى حال، فلا حال يوصل إليه، أي فلا معنى يوصل إليه إلا وفي مقدوره سبحانه ما هو فوقه يقدر أن يوصله إليه. وعلى هذا يحمل قولهم حسنات الأبرار سيئات المقربين. وسئل الجنيد عن هذا فأنشد: طوارق أنوار تلوح إذا بدت فتظهر كتمانا وتخبر عن جمع. يعني بيوصف الأحوال إن هي طوارق وأنوار، أنوار ترقي، تلوح إذا بدت فتظهر كتمانا يعني أسرارا، وتخبر عن جمع أي تخبر أنه اجتمع أو قارب أن يصل إلى معرفة ربه، حيث اللي هو مقام الجمع اللي هو أن يرى أن تعددات الصفات لا تدل على التعدد الذاتي بل تدل على وحدة الواحد سبحانه وتعالى. ومن ذلك القبض والبسط. تعبته؟ اشتغل؟ حاضر. ومن ذلك القبض والبسط. المسلم حاله الخوف والرجاء، والمؤمن حاله القبض والبسط. فالقبض هو ارتقاء الخوف إلى حال يسمى قبضا، والمحسن حاله الهيبة، فهو ارتقاء الهيبة والأنس. يبقى أنت عندك ثلاث أحوال متولدة من إيه؟ من الحذر، من صفات القهر اللي هي الخوف والقبض والهيب، واضح؟ وثلاث أحوال متولدة من ملاحظة جمال الله عز وجل اللي هي الرجاء والبسط والأنس. خدت بالك؟ سهلة. يبقى عوام المسلمين كلهم لازم يبقوا عندهم خوف ورجاء، ده حال المسلم. فإذا ارتقى إلى حال إيمان أهل الخصوص يعني استوعب الشريعة، فصار بعد ذلك يريد أن يستوعب الطريقة، يعني والطريقة هي القصد، هي كمال الإخلاص إلى الله، فيتشرع بكمال القصد إلى الله لا لغرض آخر، هذه معنى الطريقة. ينقلب خوفه إلى قبض ورجاؤه إلى بسط. فإذا ارتقى بدوام المراقبة والمشاهدة إلى مقام المحسنين ارتقى من القبض إلى الهيبة ومن البسط إلى الأنس. فإذا ارتقى إلى مقام التمكين بعد ذلك ارتقى إلى مقام الصحو، لأن الحاجات دي كلها الخوف والقبض والهيبة فناء، والرجاء والبسط والأنس بقاء.
واضح؟ هنيجي بعد كده نشوف. دي مقدمة، نقرأ بقى. القبض والبسط وهما حالتان بعد ترقي العبد عن حالة الخوف والرجاء. المقبوض ولسه في نفس يبقى ليس الكلام عليه، يبقى ده عنده مرض اكتئاب بقى، يروح يتعالج، يصبر عليه، يقول يا رب اشفيني. ليه؟ لانه نفسه لسه صاحي، ده مريض، ده موضعه العيادات النفسية. فهمت ازاي؟ ليه؟ وعرفنا بقاء نفسه بايه؟ بانه يأنس بالدنيا ويقبض بإدبارها، يأنس بإقبال الدنيا ويقبض بإدبار الدنيا. يبقى قبضه متعلق بالدنيا وبسطه متعلق بالدنيا، يبقى ده ملناش دخل بالقبض متعلق بالله بقى، واللي بسطه متعلق بالله. الخوف والرجاء حال النفس، والقبض والبسط حال القلب، والقلب لا يكون قلبا إلا إذا ارتقى من النفس ولد منه. فهمت بقى المسألة؟ فخد بالك لحسن إيه الناس مش واخدة بالها. وهما حالتان بعد ترقي العبد عن حالة الخوف والرجاء. فالقبض للعارف بنزلة الخوف للمستأنف اللي هو المبتدئ يعني. يبقى المبتدئ خائف والسالك مقبوض، والعارف عنده هيبة، والواصل متمكن. خلاص بقى لا خوف ولا رجاء بقى، خلاص بقى مع الله على ما يريد، حتى انه لو وضع في النار لصارت بردا وسلاما زي حال سيدنا ابراهيم، وضع في النار فصارت بردا وسلاما. ليه؟ لكمال الانس بالله عز وجل وارتقائه بعد ذلك مقامات لا يدركها الا الله. وحدث ذلك لبعض المسلمين زي سيدنا ابو مسلم الخولان، لما رمى الرجل مدعي النبوة في النار كان في مقام انس، واخد بالك، فصارت النار بالنسبة له بردا وسلاما، ما حصلوش حاجة، لكمال انسه ولفناء نفسه. واضح؟ طول ما النفس صاحية، طول ما تشعر بالالم. طب موت النفس، مفيش ألم، مفيش حاجة تألمك، خلاص بقى. هدي لك مثال، احنا جراحين اهو، طول ما العيان صاحي تقدر تجرحه؟ طب ادي له دواء بقى يموت نفسه مؤقتا، يعني مخدر، اقعد اقطع في لحمه ما يقولش اي، اول ما تأثير الدواء يروح منه يصوت، الحقوني بمسكن. طب وانت كنت فين؟ ده احنا كنا بنعمل شغل اكتر، ده احنا خلصنا خلاص، لان نفسه صحيت. فاللي نفسه ماتت ما يشعرش بألم، واخد بالك ازاي؟ ادي معنى. وعلشان كده اللي نفسه ماتت بموت شهوتها فصارت بالله عز وجل لا بالهوى، تجد انه ما يستشعرش بألم شيء، لدرجة ان في ناس بيموتوا نفسهم باليوجا ومش عارف ايه وبتاع، يروح مدخل المسمار كده ما يقولش اي، حتى باليوجا. صح؟ مش بتشوفها كده؟ يبقى موت النفس يكسبك مهارات حتى ولو بغير الايمان، فما بالك بالايمان، يكسبك احوال اخرى اللي هي خرق العوائد. فالقبض للعارف بمنزلة الخوف للمستأنف، والبسط للعارف بمنزلة الرجاء للمستأنف. ومن الفصل بين القبض والخوف والبسط والرجاء ان الخوف انما يكون من شيء في المستقبل، إما أن يخاف فوت محبوب أو هجوم محظور، وكذلك الرجاء إنما يكون بتأميل محبوب في المستقبل أو بتطلع زوال محظور وكفاية مكروه في المستأنف. وأما القبض فلمعنى حاصل في الوقت، وكذلك البسط فصاحب الخوف والرجاء تعلق قلبه في حالتيه بآجله، وصاحب القبض والبسط أخذ وقته بوارد غلب عليه في عاجله. فهمت؟ الخوف من شيء في المستقبل، تملي كده، يقول لك انا خايف لحسن يجي لي كذا، يعني هو ما جاوش الكذا ده، يبقى خايف لحاجه هتيجي في الاستقبال لسه، مش كده برضو؟ والرجاء لشيء برضو محبوب يريد حدوثه بس في المستقبل،
يقول يا سلام انا نفسي انجح، انا نفسي يبقى معايا مليون جنيه، لكن لسه ما حصلش. يبقى الخوف والرجاء متعلقان بالاستقبال، واضح؟ لكن القبض والبسط متعلق بحاجة تحق في اللحظة، واخد بالك ازاي؟ في اللحظة. يعني واحد خايف، هدي لك مثال مادي، واحد خايف يصاب بالمرض، بمرض معين، عشان واحد اخوه ولا ابوه جاله المرض فقال اه ده المرض ده وراثي، انا يمكن يجيلي، فيبتدي بقى قلقان، وكل كام شهر يروح للدكاترة يكشف لحسن يجيله المرض. في الفترة اللي بيكشف فيها وما جالوش المرض اسمه خائف. طب عمل التحليل وقالوا له جالك المرض، يبقى مقبوض. فهمت ازاي؟ طيب هو بيعمل التحليل دي عنده رجاء انه ما يجيلوش المرض، فكل ما يبان التحليل ويوريه للدكتور وهو بيقراه، اول ما يقول له سليم يبقى ايه؟ مبسوط. يبقى البسط في الحال. يقول له شوف الراجل مبسوط ازاي. يبقى البسط متعلق بامر في الحال، واضح؟ والرجاء متعلق في الاستقبال. فهمت بقى المعنى؟ ثم تتفاوت نعوتهم في القبض والبسط على حسب تفاوتهم في احوالهم، كل واحد على حسب قوة حاله، على حسب قوة قبضه او بسطه. فمن وارد يوجب قبضا ولكن يبقي مساغ للاشياء الاخرى. يعني واحد يجي له قبض شديد لكنه مش شديد قوي، ما يستوعبوش بالكلية، ففي مساغ لامور اخرى، يبقى عنده مجهود يقدر يعمل، يعني في بقية بقاء، مش فناء بالكامل، ما فناهوش بالكامل، واخد بالك ازاي؟ يبقى ليه لسه بقيه بقاء. فمن وارد يوجب قبضا ولكن يبقي مساغ للاشياء الاخر لانه غير مستوف، يعني ما استوفاش نفسه كلها، ما استوفاش حاله كله يستولي عليه، بحيث انه يغيب عن الحس تماما. ومن مقبوض لا مساغ لغير وارده فيه، او قبض شديد او لدرجه استوعبه بالكليه، بحيث انه لا يشعر بما حوله لانه ماخوذ عنه بالكليه بوارده، كما قال بعضهم انا ردم، انا لا مساغ لي. يعني في واحد يقول لك ايه؟ انا خيشه، ما هي كده، انا ولا حاجه، يعني انا حته كهنه. انا كنت اسمع كده من بعض المشايخ باللفظ ده، يقول لك انا حته كهنه، يعني يستشعر هذا المعنى، انه ايه كهنه؟ عارف كهنه دي حته قماشه راميها في البيت كده تمسح بيها جزمتك، لو ضاعت ما تتضايقش منها، ولو لقيتها في ايد عيل ما تجريش وراه، ولو الست اللي هي بتنظف البيت مسكتها نظفت بيها حتى بول عيل ولا قيء عيل ما تتضايقش، بخلاف بدلتك بقى، تاخد بدلتك يعني تنظف بيها الحاجات دي. هو بقى يستشعر نفسه انه بقى ولا حاجه، بقى هالكهنه دي اللي هي لا قيمه لها. ليه؟ لأن استوعبه القبض بالكلية، فأصبح ليس لنفسه أي حظ. فهمت؟ وده اللي عبر عنه بعضهم، يقول لك أنا ردم، أنا لا مساغ فيه، يعني مردوم علي خلاص، أنا خلاص مت، أنا ولا حاجة. يا ليت أم عمر لم تلد عمر. سيدنا عمر نفسه كان عنده هذا الحال، يغلب عليه أحوال كثيرة، سيدنا عمر بن الخطاب اللي هو القبض والهيبة، كان بين القبض والهيبة في غالب أحواله سيدنا عمر، لدرجة أن سمع واحد يقول إن عذاب ربك لواقع أغمو عليه، وعادوه في بيته مريض أسبوع، بمجرد أنه سمع الآية دي مريض أسبوع فيه، واخد بالك؟ وإحنا بنسمعها ليل نهار ولا حاجة، من أزأز اللب مفيش مشاكل. ليه؟ لأن كل واحد على حسب بقى حاله وحساسيته. وكذلك المبسوط قد يكون فيه بسط يسع الخلق فلا يستوحش من أكثر الأشياء، ويكون مبسوطا لا يؤثر فيه شيء بحال من الأحوال. وفي البسط برضو نفس الحكاية، يبقى قد ينبسط إلى درجة، مش ربنا واسع عليم، فيبسطه إلى درجة السعة فيسع الخلق جميعا، تجد ما فيش واحد ينرفزه، ما فيش واحد يضايقه أبدا، مهما يحصل هو مبتسم، فيش حاجة مضايقة أبدا. أقصى حاجة إيه؟ ياما قامت مرحب، يعني مفيش حاجة مضايقة خالص،
واحد يجي يزعق له يشتمه يقول له كمل، ايه الحلاوه، ايه الكلام اللي بتقوله، زي وهو بيشتمه يقول له ايه المدائح الجميله اللي بتقولها دي، يبقى بيسمع شتمته كانها مدح، يبقى لا يستوحش من شيء، مفيش. يلاقي تعبان جاي كل الناس تجري، هو يطبطب عليك انه قطه زي الرفاعيه، يغلب عليهم البسط فلا يستوحشوا من شيء، لان سيدهم الرفاعي الكبير كان كده، واخد بالك ده. وهكذا، ففي انواع كده، في اولياء كده يغلب عليهم، في اولياء يغلب عليهم القبض، يغلب عليهم البسط، والمتمكن يبقى الاثنين مستويين. واضح؟ دي من احوال النفس. لا، دي حال المسلم المعتاد، انه لازم يكون خائف، وانه يكون راجي لله عز وجل. مقام للقلب. ايوه. انك انت تموت النفس، تموت النفس بمخالفتها بالشرع الشريف، مش بمخالفتها باليوجا. ما هو في ناس بيجيبوا كتب اليوجا، ازاي انا اخالف النفس، يقول له اقعد كده عامل رجل كده لمده 10 ساعات علشان يخالف نفسه. ما بيعملوا كده والله، في ناس او اقعد مش عارف في وضع السجود لمده نص يوم، حاجات كده يعني، انواع لمخالفه النفس عشان يرتقي، وبعدهم بيرتقي ان يعمل بعض الخوارق. فهمت ازاي؟ لكنه ضلالي برضه. لكن احنا لما بنقول مخالفه النفس، نقولها مخالفه النفس باتباع السنة الشريفة، وهي ايه؟ فعل الطاعات الواجبات والمستحبات والآداب، والبعد عن المعاصي كبائر وصغائر، فإن كان ولا بد فعلت تسارع بالتوبة، وتواظب على ذلك مع كثرة الذكر وكمال الشفقة على المسلمين وعدم العجب بالنفس، والحرص على الطعام الحلال، ومتابعة الشيوخ، وزيارة الأولياء، وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وامشي بقى على كده، وبعدين ربك بقى هو اللي هياخد بايدك. فهمت المساله؟ بس كده سهله، سهله انك تقولها، لكنها اصلها مش كلام يتقال، ده سلوك وعمر لازم تمشي فيه على طول. خدت بالك ازاي؟ المقام ممكن يحتوي على احوال متضاربه. ايوه طبعا، ما دي الحقيقه، لان الله سبحانه وتعالى يتعرف عليك بالجلال والجمال كله. ايوه طبعا، ما هو بيتعرف عليك بالجمال والجلال، بل كل جمال في باطنه جلال، وكل جلال في باطنه جمال. لأن ما فيش صفة تمنع صفة، صفات الله كلها عاملة في وقت واحد. خد بالك، ما فيش صفة بتمنع صفة. بس أحيانا تكون بعض الصفات ظاهرة فتبطن فيها الصفات الأخرى، فلا تراها أو لا تستشعرها، لكنها موجودة. المرض مش صفة جلال، قهر، في باطنه جمال. جماله ايه؟ دعائك فيه مستجاب. كويس؟ صبرك عليه يرقيك. صح، طبيا يعمل لك مناعة من أمراض أخرى. مش كده برضه؟ أهو كل دي جمال. يحبسك عن فعل معاصي، كل دي جمال. يشعرك بضعفك فتلجأ لربك، فيشعرك باحتياجك إلى ربك، فتكثر من الدعاء والابتهال، كل ده جمال. يبقى كل، مع انه المرض نفسه ظاهره ايه؟ جلال، لكن معجون بالجمال وانت مش واخد بالك. طب العافية ظاهرها جمال لكن كلها جلال، فيها بطر، فيها كثرة الحقوق، هل هتؤديها ولا لا؟ هل هتشكرها ولا لا؟ هل هتنشغل بيها عن المنعم ولا لا؟ هل فيها 100 حاجة، فيها 100 جلال جواه، فيها 100 جلال يخوفك منه. فهمت ازاي؟ وهكذا. وكذلك المبسوط قد يكون فيه بسط يسع الخلق فلا يستوحش من اكثر الاشياء، ويكون مبسوطا لا يؤثر فيه شيء بحال من الاحوال. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق رحمه الله يقول: دخل بعضهم على أبي بكر القحطي وكان له ابن يتعاطى ما يتعاطاه الشباب، يعني من اللهو والمعاصي، قاعدين يلعبوا قمار، قاعدين مثلا بيعصوا ربهم،
وابنه قاعد بيعمل كده، وده راجل من الاولياء قاعد في الاوضه اللي جوه وابنه في الاوضه اللي جنبه، وكان ممر هذا الداخل على هذا الابن، فاذا هو مع اقرانه في اشتغال ببطالته فرق قلبه وتألم للقحطي وقال: مسكين هذا الشيخ، كيف ابتلي بمقاساة هذا الابن. فلما دخل على القحطي وجده كأنه لا خبر له بما يجري، لأنه في كمال الأنس مع الله، في كمال البسط، لدرجة أنه مش دريان بما يعكر صفوه، مش دريان بما يعكر صفوه، كأنه لا خبر له بما يجري عليه من الملاهي. فتعجب منه وقال: فديت من لا تؤثر فيه الجبال الرواسي. فقال القحطي: إن قد حررنا عن رق الأشياء في الأزل، لأن خلاص حررنا الله من الأغيار. عارف يعني ايه ترياق الأغيار؟ مش بيقولوا على النبي ترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار؟ الأغيار جمع غير، والغير هو كل ما يلهي عن الله، واخد بالك ازاي؟ ويؤثر على الأنس به سبحانه وتعالى. فهو لما حرر من الأغيار في الأزل فصار لا يحجبه عن الله حاجة مهما وقع. ادي معنى كلامه. وترياق الأغيار بقى يبقى الشفاء من الأغيار هو النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك بكثرة الصلاة على النبي فيمنع تغير قلبك بتوارق الايه؟ الاغيار، فيظل قلبك متعلق برب العالمين. ومن ادنى موجبات القلب ان يرد على قلبه وارد موجبه اشاره الى عتاب ورمز باستحقاق تاديب، فيحصل في القلب لا محال قبض. يعني اول حاجه تيجي في القبض، اول حاجه تنقله من الخوف الى القبض، ان يستشعر ان هو يستحق الايه؟ العقاب. خلاص حكمت المحكمة كذا، استشعر هذا ان رب سبحانه وتعالى هيعاقبه، دي اول حاجة. هو لسه ما عاقبوش، ده هو استشعر ان هو بقى قريب من العقاب، يوم ايه؟ ينقبض. يبقى القبض اول وارد ليه ان يستشعر انه مستحق للعقاب، انه اساء الادب، فهمت؟ فيسارع بقى بالتوبة، يقلع في الحال. أن يرد على قلبه وارد موجبه إشارة إلى عتاب ورمز باستحقاق تأديب، فيحصل في القلب لا محال قبض. وقد يكون موجب بعض الواردات إشارة إلى تقريب أو إقبال بنوع لطف، وأحيانا للبسط بقى بدايته إنك أنت تستشعر إنك أنت قريب من الله. إزاي؟ تجد إن ليك حاجة ومحتاجها، تقول يا رب تلاقيها على الباب، تقوم ايه؟ تنبسط ان شاعر ان ربك يعني بيسارع اليك بما تحب، تقوم ينبسط قلبك، تأنس بايه؟ بوجود الله عز وجل معك. او اقبال بنوع لطف وترحيب، فيحصل للقلب بسط. وفي الجملة قبض كل احد حسب بسطه، وبسطه على حسب قبضه. اللي بسطه جامد لما يجي له قبضه يبقى قبضه جامد، واللي قبضه بسيط يبقى بسطه بسيط، كل واحد على قده. وقد يكون قبض يشكل على صاحبه سببه، يبقى بلا سبب، يقول لك انا مقبوض بلا سبب، يعني لا في سبب عتاب ولا سبب خوف حاجة معينة، لكنه لوحده كده يجد في قلبه قبضا لا يدري موجبه ولا سببه. فسبيل صاحب هذا القبض التسليم، مش ياخد دواء. عارف لو خد دواء والقبض كان من الله مش من النفس، يزداد قبضه. لكن لو سلم تبص تلاقي قبضه يخف تدريجيا لوحده من الله. فسبيل صاحب هذا القبض التسليم حتى يمضي ذلك الوقت، لأنه لو تكلف نفيه أو استقبل الوقت قبل هجومه عليه باختياره زاد في قبضه. واضح؟ ولعله يعد ذلك منه سوء أدب، اللي هو محاولة التخلص من مقام أقامك فيه أو من حال أقامك فيه. لا تخرج نفسك مما أقامك الله فيه حتى يخرجك هو منه، فإن أخرجك أعانك وإن أخرجت نفسك وكلك لنفسك، كما قال في الحكم. والعجيب إنك أنت اللي يسهل عليك استقبال القبض معرفة
كمال لطف الله عليك بسابق نعمه عليك. تقوم ساعتها ما تعرف انه هو سبق له النعم وانه رحيم بيك وانه لطيف بيك وكثير ما انعم عليك وهو الذي اعطاك هذا القبض، تقوم لما تشوف النعم دي تقوم تجد الجمال في باطن القبض فتستقبله مستريح مستسلم فيرتفع. فهمت؟ واذا استسلم لحكم الوقت فعن قريب يزول القبض، فان الحق سبحانه وتعالى قال والله يقبض ويبسط، مش كده برضو؟ يعني بيقلب الامر. وقد يكون بسط يرد بغته ويصادف صاحبه فلته لا يعرف له سببا، يهز صاحبه ويستفزه. فادب الحاله دي بقى السكون، مراعاه الادب. يعني لو جاله بسط فجاه، انشراح فجاه كده، ما يقومش بقى ايه يطيح في الدنيا لانه هيسيء الادب، يبقى ساعتها يقاوم نفسه ويسكن حتى لا يسيء الادب مع الخلق. فمراعاه الادب في القبض اسهل من مراعاه الادب في البسط، لان البسط للنفس فيه حظ والقبض للنفس ليست لها فيها حظ. فسبيل صاحبه السكون ومراعاه الادب، فان في هذا الوقت له خطرا عظيما، فليحذر صاحبه مكرا خفيا. كذا قال بعضهم: فتح علي باب من البسط فزللت زلة فحجبت عن مقامي. ولهذا قالوا: قف على البساط وإياك والانبساط. قف على البساط يعني على مقامك الذي أقامك فيه، وإياك والانبساط يعني التوسع فيما أنت فيه فتجترئ على الخلق، لأن الخلق عيال الله، فتستشعر بقى انك انت بقيت فوق الناس وانك انت احسن من الناس. لا لا بقى تقل بقى، يروح ربك معرفك انك انت اقل الناس. فهم؟ وقد عد اهل التحقيق حالتي القبض والبسط من جملة ما استعادوا منه، لان القبض والبسط برضو من الامور زي ما قلت لك فيها جلال وجمال فيخوفه. فهمت ازاي؟ فبقوا يستعيذوا من التغيرات دي، لان التغيرات دي قد تعصب بالنفس بنفس العارف، لانهما بالاضافة الى ما فوقهما من استهلاك العبد واندراجه في الحقيقة فقر وضر. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت الحسين بن يحيى يقول، سمعت جعفر بن محمد يقول، سمعت الجنيدي يقول: الخوف من الله يقبضني والرجاء منه يبسطني او يبسطني، هي يبسطني احسن، والحقيقة تجمعني. لان لما اعلم ان الخوف والرجاء متعلقان بالله وان القبض والبسط من الله الي فهو من واحد فيجتمع شملي فلا يتفرق، فالذي بسطني هو الذي قبضني، والذي قبضني هو الذي يبسطني، فيجمع شملي. فهمت؟ والحقيقة تجمعني، أي الحقيقة أن كل ما يحدث فيا فهو من تقلبات فعل الله في، فالفاعل واحد. والحق يفرقني، والحق لما يردني إلى حالي، لأن الحق خالق وخلق، مش كده؟ الحق كده فيه نوع الفرق، مش الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اشهد ان الله حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق؟ يعني اثبت الخالق والمخلوق، مش كده برضو؟ يبقى ده الحق، ان في فرق وهناك فارق بين المخلوق والخالق، فيجمع شمله ان الفاعل واحد، ثم بعد ذلك يأتي الحق فيجد ان هناك خالق ومخلوق فيفرقه مرة اخرى. واضح؟ للقيام بايه؟ بذل العبودية، لانه لو لم يحدث له هذا الفرق لتحقق بالربوبية فقط فيقول انا ربكم الاعلى فيروح في ده. واضح؟ لانه لا يرى الا الله، ما في الجبة إلا الله، بقى ربكم.
فهمت؟ لا، لازم يرجع للفرق تاني بعد الفناء والجمع، يرجع للفرق تاني ليقوم بأداء حقوق العبودية. فهمت ازاي؟ والحق يفرقني إذا قبضني بالخوف أفناني عني، يعني عن نفسي، استهلكني، وإذا بسطني بالرجاء ردني علي، لأن لنفسي حظ فيها، وإذا جمعني بالحقيقة إنه الفاعل واحد أحضرني بين يديه وأن إلى ربك المنتهى، وإذا فرقني بالحق أشهدني غيري خالق ومخلوق. فهمت إزاي؟ فغطاني عنه، فهو تعالى في ذلك كله محركي غير ممسكي، وموحشي غير مؤنسي، فأنا بحضوري أذوق طعم وجودي، فليته أفناني عني فمتعني، أو غيبني عني فروحني. كل دي كانت تغيرات يقولها سيدنا الجنيد قبل التمكن، فبعد التمكين خلاص ما بقاش يقول الكلام، يبقى ده حال كان بيمر بيه الولي. ونقف على الهيبة والأنس، وإن كانوا هم متعلقين بالموضوع بتاعنا، لكن نقولهم المرة الجاية إن شاء الله. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم حققنا بحقائق أهل القرب، واسلك بنا مسالك أهل الجز، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، قوي في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.